يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يأخذ من صاحب المحل بضاعة هي عليه بألف ريال؟ ما حكم من يأخذ من صاحب المحل بضاعة وهي عليه بألف ريال ويقول ما زاد على الألف هو لك، فيذهب بها إلى السوق وهو موكل بها بشرط إذا لم يبعها يردها على صاحب المحل مرة أخرى؟ هذا لا بأس به، إذا أعطاك سلعة يبيعها في السوق وحدد له القيمة وقال ما زاد عنها فهو لك، فلا بأس بذلك، لأنه سمح له بذلك ولأن هذا في مقابل تعبه، فلا بأس بذلك.